صراحة أولا نتأسف لما يقع بالمنطقة المتوسطية، بحيث أنه المنطقة المتوسطية يمكن يأكد لكم بأنها هي المنطقة الوحيدة اللي ما حاولتش أنها تواكب هذا المخطط وتكون وتستفيد من المخطط ديال الأبيوتيز، يعني في إنزال القوانين، في الاستفادة من القوانين والاستفادة من الثروات السمكية اللي كاينة في هذيك المنطقة، والأرقام تبين ذلك والواقع في الميدان يبين ذلك. بحيث أننا يمكن لي نأكد لكم بأن مثلا ناخذوا على سبيل المثال ميناء ديال الحسيمة، ميناء ديال الحسيمة اللي كانت فيه على الأقل واحد 40 باخرة ديال الصيد الساحلي بما فيها بواخر ديال صيد السردين أو صيد الجر، اللي اليوم ما كتعدى جوج أو ثلاثة البواخر. مدينة الجبهة كذلك اللي كان عدد البواخر كيفوت واحد 10 أو 15 الباخرة، اليوم ما فيهاش ولو باخرة واحدة. ميناء المجر كذلك كانت واحد الهجرة ديال البواخر، وماشي كانت غير هجرة، كان بيع البواخر، الناس باعت البواخر ديالها والناس غادرات القطاع. إذا هذا حنا كنعتبروه واحد الفشل، هذا كنعتبروه واحد الفشل في التسيير وفي التدبير ديال شؤون الغرفة وفي تدبير شؤون المهنيين، لأن كما قلت لك في الأول فجميع الغرف عرفت واحد الانتعاشة، عرفت استثمارات من طرف المهنيين، عرفت جديد البواخر وجديد الأسطول، لأن الحمد لله ولا الحمد لله الدولة لأول مرة دارت واحد الدعم اللي خصته للمجهزين، فكان واحد كما قلت لك إحداث تحديث الأسطول البحري. الا وللاسف في المناطق الشماليه من مدينه العريش اللي هما الناس باعوا البواخر ديالهم من مدينه طنجه، والبواخر كلها شكون شراها؟ شراوها العاملين في هذه المناطق من قنيطره الى جنوب المملكه الى مدينه الداخره، بحيث انه الدليل هو ان التقييم اللي هو مخصص لهذه الموانئ مثلا ميناء الناظور عند الرقم واحد، ميناء الحسيمه جوج، ميناء ثلاثه، هذه الارقام اللي كنلقاوهم في جنوب المملكه كلها بواخر اللي تشرات من مستثمرين مهنيين اللي طوروا في هذا مع مخطط اليتيز، واللي داو هذه البواخر المناطق الاخرى. هذا فشل ذريع، هذا كيبين بانه ما كانش واحد المسؤوليه في التسيير، ما كانش واحد الرؤيه شموليه، كانت رؤيه خاصه انفراديه ربما الاشخاص الذين يدبرون واللي كانوا في المسؤوليه ديال هذه الغرفه. وكل شيء كيعرف بانه الغرفه المتوسطيه هي واحد الغرفه للسواحل ديالها غنيه وغنيه جدا بواحد المجموعه ديال الانواع ديال الاسماك بما فيها التونه الحمراء، بما فيها الاسبادون اللي الحمد لله الاداره المغربيه قامت بواحد دفعات بزاف في واحد المنظمات دوليه من اجل الرفع من الكوطه المخصصه للمغرب واللي كتستافد منها هذه المنطقه، الا انها ما حاولناش اننا ننبهوا الناس ونحيدوهم من الصيد ديال الجر او من الصيد ديال السمك السطحيه السردين ونوجههم لهذه الاسماك اخرى باش نحافظوا على ذوك المناصب ديال الشغل ونحافظوا على ذوك المراكب تبقى مجامعه ديك كتستعمل في هذيك الموانئ ديال الصيد اليوم، موانئ ديال الصيد البحري في هذه المناطق ولات موانئ ترفيهيه، ولات موانئ فارغه. كذلك البحاره اللي كانوا كيشتغلوا على هذه البواخر، فباخره ديال الصيد السردين مثلا كتشغل على الاقل 30 واحد. اذا الى واحد الميناء مشات منه 20 باخره تباعت وغادرات ديك المنطقه، ف 20 في 30 راه 600 منصب شغل خصنا نتسالوا فين مشات. فهمتي؟ بالنسبه لميناء الجبهه كذلك، بالنسبه لميناء ديال طنجه، ميناء المضيق، ميناء العرائد، فهذا امور اللي هي جد سلبيه. وما يمكنش اليوم نبقاو نقولوا واحد الخطابات ديال الوطنيه وخطابات ديال الغيره على القطاع، ولكن الارقام والواقع شيء اخر. اكيد حنا كنتكلموا كمهنيين وكغرف، حنا ما كنديروش السياسه ديال كنتبعوا الاحزاب السياسيه ونحب السياسه ونتتبع السياسه، لان بلاد بلا سياسه بلا سياسيين ماشي بلاد، ولكن ماشي دوك السياسيين ديال الدعاره. انا اعتبرهم سياسيين يقومون بدعاره، نوع من الدعاره، واحد السياسي اللي كينبت اللي كيعلن الزواج ديالو مع واحد الحزب، حزب عريق مثلا كحزب العداله والتنميه الذي احترمه، وخما نختلف كان في التجمع الوطني الاحرار هو العداله وكنا نختلف، ولكن احترمه كحزب، لان هذا الحزب راه سيار المغرب لمده جوج ديال العقود، جوج ديال لي موندا، احترمه. لا يعقل ان واحد الشخص او نائب برلماني ومشرع يظهر مع هذا الحزب الكبير العظيم، ثم سنه من بعد او سنتين كيظهر في واحد الحب، واحد الحب كبير مع واحد الحزب اخر اللي هو التجمع الوطني الاحرار، وثم ينتهي مع حزب في اخر المطاف
وهذا في مدة سنوات الإنسان كيمر مع ثلاث أحزاب هذه أنا ما كنعتبرهاش مسؤولية حزبية ومسؤولية سياسية ووعي سياسي. هذا واحد ليماج اللي ما يمكنش نعطيوها للشباب والمواطنين وكثير هذا الشباب اللي اليوم صاحب جلالة والأحزاب كطراهن عليها باش تعلم السياسة تعلم الانضباط السياسي تعلم ماشي عيب نغير اللون السياسي ماشي عيب ولكن إذا بغيت نبدل اللون السياسي خصني الناس اللي عطوني الثقة واللي عطوني الصوت ديالهم نعطيهم مبررات علاش ماشي أنا حر أنت حر لك حر ولكن أغير أنا هاد ثلاث سنوات هنا ورشقت لي واحد النهار غادي نمشي لهنالك هذا كتسمى الدعار أكيد أنا كنسميها وكنسمح ولكن كلمة الدعار راه كاينة في المنجد.